نشوف مع بعض النهاردة أسرع توست معانا في الكيتو ونتيجته مضمونة وحلو جدا. عايزة أشوف الفيديو، خليكي معايا لآخر الفيديو وما تنسينيش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ وحشيني كتير بجد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وراحة البال يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض توست بالنسبة لي اسرع توست، سريع جدا وطريقته حلوة جدا ومتوفرة عندنا كل مكوناته. هيكون معايا 3 بيضات، هحتاج 1/2 كوباية من الجبنة الكريمي، او هنا انا هستخدم جبنة قريش، ومعلقتين من دقيق اللوز، ممكن استخدم دقيق جوز الهند، ورشة بيكنج باودر وذرة ملح عشان الجبنة عندي تعتبر فيها نسبة ملح شوية. تمام، هنعمل ايه؟ اول حاجة هجيب محضرة الطعام ونبتدي نضرب المكونات كلها مع بعض. اول حاجة هجيب البيض، هحتاج 3 بيضات، وهضيف مع البيض حوالي 1/4 معلقة بس من الخل، عشان الخل حلو جدا بيضيع زفارة البيض، وكمان بيخلي يعني بيحسن المخبوزات. وهبتدي اضيف الخل 1/4 معلقة صغيرة، وهنزل بالجبنة، جبنة القريش، عملتها معاكم الجبنة القريش وكانت حلوة جدا، البيكنج باودر، كل المكونات. واخر حاجة هنزل بيها هي الدقيق، هاخد 2 معلقة من دقيق اللوز. تيجي اقفل محضرة الطعام واضرب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تختلط كويس جدا. وبكده انا عايزة القوام يكون بالشكل ده، شايفين زي قوام الكريب شوية. وهجهز الساندويتش ميكر وهبتدي اجهزه فيه. هبتدي ادهنه بالزبدة او الزيت اللي انت حباه، وهنزل مقدار من الخليط بالشكل ده زي ما احنا هنشوف اهو، مش كل الكمية طبعا اهي. هنقفل عليه لحد ما، وهبتدي اقفل عليه لحد ما يستوي خالص، حوالي 3 لـ4 دقايق، ونشوف مع بعض هيكون عامل ازاي. عايزة اوريكم، بصوا شكل التوست قد ايه حلو برضك كده، بقاله حوالي 5 دقايق، هسيبه بس شوية. وفي نفس الوقت ممكن اعمل كمان في الجهاز التاني برضك، بيدي نتيجة حلوة جدا، هوريكم كمان اللي هو الشكل ده. نطلعه معايا زي اكنه توست مقطع، نجربه مع بعض. دهنته بس بقليل من الزبده كده، وزي ما انتم شايفين بصوا القوام ابتدى يتقل ازاي لما قعد شويه باقي الكميه. هبتدي انزل كده في كل واحده حوالي 1 معلقة، بيدي معايا بردك شكل حلو جدا، ومن باب التغيير المتوفر عندك. طب انا ما عنديش مكنه الساندوتش ميكر ديت او ديت، ممكن دلوقتي بيتباع في قوالب السيليكون اللي هي بتاعه الوافلز، تدي شكل حلو جدا ونفس النشيج. بص القوام تقيل ازاي لما قعدت شويه اهي. هبتدي اقفل المكنه بالشكل ده، شوفوا مع بعض، بصوا المنظر طبعا تحفة. تيجي بقى نطلعه، خلي بالك هو سخن جدا، بصوا ونافش وحلوة قوي 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 اهو، شايفين بصوا خدش وقت خالص، هنا خد بالظبط حوالي 5 دقايق لان المكنة ديت اسرع واسخن من التانية، شايفين قد ايه طبعا شكله تحفة. في
فطار سريع وتوست جميل جدا. هاخد معايا انا بقى زيتون بالشكل ده، وهاخد معاه كمان فلفل، وهضيف معاه كوجبة حلوة جدا، هضيف طماطم صغيرة او شيري طماطم اهي وحدات كده، كام واحدة بس هاخدهم، ومعاها بقى كوباية شاي بالنعناع كده. معايا وجبة حلوة جدا. ممكن ادخل كمان معايا لو انا حابة ادخل ممكن مثلا اي نوع من اللحوم لو انت حابة تاكلي معاها، هتبقى وجبة متكاملة حلوة جدا زي ما احنا شايفين. عايزة اوريكم بس، هو سخن جدا لسه، بصوا قد ايه. بصوا هش من جوه، طعمه خطير. اتمنى النهارده الوصفه دي تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش حبايبي في اللايك والتعليقات الحلوه وتشجيعكم ليا، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. هشو جميل بجد بجد. بصوا قد ايه، بصوا مفرغ خالص اهو شايفين. واشوفكم بالف خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.